سلطان في الغوطة الشرقية لريف دمشق، وذلك بعد اشتباكات مع جيش النظام. قتل في المعارك عشرات من الجنود النظاميين حسب المصدر نفسه. وكان الجيش السوري قد سيطر على مرج السلطان بعد 3 سنوات من فقدانه المنطقة. وفي ريف حماة شنت طائرات روسية في وقت متأخر من الليلة الماضية غارات على بلدة كفر بودة بالريف الشمالي، كما شهدت مدن وبلدات في ريفي اللاذقية وحلب قصفا جويا روسيا. ومعنا من الغوطة الشرقية لريف دمشق الناشط الميداني براء عبد الرحمن. براء، هل لك أن تضعنا في صورة التطورات الميدانية خاصة في الغوطة الشرقية؟ نعم، يعني على الصعيد العسكري ما زالت الاشتباكات العنيفة بين قوات النظام وفصائل المعارضة في الغوطة الشرقية، تحديدا في مناطق المر الشرق الغوطة الشرقية، حيث قامت فصائل المعارضة المسلحة كل من جيش الإسلام وأحرار الشام وجبهة النصرة وأيضا الاتحاد الإسلامي وفيلق الرحمن، جميع هذه الفصائل قامت باستعادة عدد من النقاط التي كانت قد خسرتها المعارضة المسلحة في أقل من أسبوع. هذه النقاط هي نقاط هامة واستراتيجية جغرافيا ولوجستيا، ولا سيما أن هذه النقاط من محور مطار مرج السلطان الذي كان النظام تقدم إليه 3 نقاط في محيط المطار. قام الثوار والمعارضة بشكل عام باستعادة هذه النقاط خلال المعارك العنيفة التي كان يخوضها الثوار خلال الأيام الماضية القليلة. ما زالت هذه الاشتباكات مستمرة بين النظام وبين المعارضة، ما زال الثوار حتى اليوم يقومون بمحاولة استعادة جميع النقاط التي خسرها الثوار خلال الأيام الماضية القليلة. شكرا جزيلا لك براء عبد الرحمن الناشط الإعلامي، كنت معنا من الغوطة الشرقية لدمشق. أعلنت الأمم المتحدة